السلام عليكم شباب اولى وثانيه ثانوي، واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده احنا وصلنا لاخر محطه في الترم، وهي محطه المراجعات بعد ما خلصنا المنهج بتاعنا. المراجعات بتاعتنا هنقسمها مع بعض كده، جزء قبل السيشن، جزء اثناء السيشن، وجزء بعد السيشن. لو جينا اتكلمنا على الجزء اللي قبل السيشن بالنسبه للطلبه اللي حضرت معانا من اول السنه، والطلبه اللي انضمت لنا في الفتره الاخيره، والطلبه اللي بتبعت لنا على رسائل الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاعتنا، فانت هينزل لك فيديو شرح خاص بالجزء اللي احنا هنراجع عليه. جزء الشرح ده هينزل على اليوتيوب، وهنبعت لكم اللينكات على الفيسبوك بيج بتاعتنا فيزيكس سكواد زي ما انتم عارفين. هبعت لك لينكات، اللينكات دي فيها شرح الجزء اللي احنا هنتكلم عنه في الريفيجن. هبعت لك لينكات الهومورك كلها الخاصة بالشابتر اللي احنا هنراجع عليها، تقدر برضو تطلع عليها وتراجع عليها قبل ما تيجي، تكون حاجتك جاهزه كده ومحضر الجزء اللي احنا هنتكلم عنه. هينزل لكم جدول سواء الاولى او الثانيه ثانوي عن المراجعات بتاعتنا في اول ثلاث حصص لينا في الريفيجنز. يعني لو قلنا مثلا سكند 1 هنراجع في اول سيشن على تشابتر 1 وتشابتر 2، فزي ما قلت قبل الحصه هينزل لك اللينك بتاع شرح الجزء ده تقدر تطلع عليه، وهينزل لك برده لينكات للجزء ده للهوم ورك اللي كان موجود معانا برضو على اليوتيوب عشان تقدر تراجع عليها، وينزل لك برضو التريكات المسائل الافكار المهمه اللي احنا كنا بننزلها طول السنه برضو تقدر تبص عليها كده قبل ما تيجي السيشن. اول ما تيجي السيشن عندنا اول سيشن هنسلمك بوستر. البوستر ده في كل قوانين المنهج، في الرولز كلها، الجرافات، السلوبس بتاعتنا. هتستلم لنا شيت كل حصه، الشيت ده فيه أسئلة مجمعة من مصادر كتيرة جدا جدا، ممكن تخطر على بالك ممكن تخطرش على بالك. طبعا المعاصر منهم هيبقى فيه كتب أجنبية أو مصادر أجنبية زي الـ IG بيدرسوا نفس المنهج بتاعنا، فإحنا بناخد الأسئلة اللي بتتوافق مع المنهج المصري بتاعنا، بلس منصة نجوى والأسئلة الحلوة اللي كانت موجودة عليها. تمام كده، على بعد أو على مدار المراجعات بتاعتنا تكون حليت أكتر من 500 سؤال، اتدربت على كل الافكار. يبقى كده الشيت اللي انت هتستلمه هيكون فيه جزء مقالي، وهيكون فيه جزء اسئله التشوز اللي احنا اتعودنا عليها طول السنه. هتستلم برضو في الكويز جزء هوم ورك، هتسلمه السيشن اللي بعدها هيتصحح لك، وهيكون فيه كويز اول كل حصه على الجزء اللي احنا راجعنا عليه. فانت مطلوب منك قبل ما تيجي الحصه تبص على الفيديوهات البسيطه دي، وتبص على فيديوهات حل الهوم ورك والتركات، وتيجي مراجع كويس. كل خميس هيكون فيه زي ما اتفقنا مع بعض كده امتحان اونلاين، هيكون امتحان اونلاين تراكمي سيشن باي سيشن. انا راجعت على تشابتر 1 و2، يبقى يوم الخميس ده امتحان على تشابتر 1 و2. الاسبوع اللي بعده راجعنا مثلا على تشابتر 3 و4، يبقى الامتحان في يوم الخميس ده هيكون على تشابتر 1 و2 و3 و4. هيفضل تراكمي معايا عشان خاطر اقدر اخليك تراجع المنهج كله في وقت قليل. واول بقى بعد السيشن هيكون متوفر معاك الفيزيكس سكواد، كل الاسيستنت وكل الدعم الفني بتاعنا. لو انت في جزئيه كانت فايتاك او في بروبلم ما كانتش واضحه بالنسبه لك، هنقعد معاك وهنظبط لك كل الكلام ده. فطبعا لو انت جاي ابيض خالص، لو انت جاي كان في مشاكل عندك، كل المشاكل دي هتتحل ان شاء الله في البروجرام بتاع الريفيجن بتاعنا. بعد الثري سيشنز او الفور سيشنز بتوع المراجعه، انت كده خلاص بقيت مستعد للفاينل اكزام. هنعمل لك ترايل اكزام خاص بينا، هنتفق عليه مع بعض سواء كنت طالب اونلاين او طالب سنتر، وبعد كده انت خلاص تقدر تدخل الامتحان بعد ما تكون حليت كل الافكار وكل الشغل اللي احنا تعبنا فيه مع بعض في الفتره اللي جايه ان شاء الله. فيزيكس محتاجه حل كتير، محتاجة شغل كتير، وأشوفكم بخير إن شاء الله.